السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. المحاولة ستلعب الآن إلى الناحية اليمنى، الهلال الذي سيلعب الضربة الركنية، سيباستيان، كرة أمامية بالراس، جول اللي ستكون قادمة إن شاء الله تعالى. الكرة تعود الآن إلى إدواردو، يلعب الكرة البرازيلي، نقل الكرة إلى كاريو بحثا عن تمريرة، بحثا عن كرة، محاولة جوميز، 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 أسد فرنسا يزعر في أبها، أسد فرنسا يزعر في أبها ويسجل الهدف الثاني للزعيم، يسجل الهدف الثاني للزعيم. لعب الكرة بدورة من جديد، مرت المحاولة إلى فيفيانا، عند الاستام عدى، يحاول يتقدم، يبحث عن تصديدة، الله الله على كرة، على صاروخ الكرة، هذا والهدف، هذه هي الكرة، وتعود الأمال لأبها مع نهاية اللقاء، مع نهاية اللقاء تعود الأمال لأبها بعد كرة أندريس داما التي سكنت الشباك على يسار عبد الله المعيوف على طريقة باولو تيل الإيطالي بعد هدف. لكن الكرة مقطوعة من أمامه، سلطان الفرحاني يتدخل، سلطان من أمام اثنين، سلطان يعاني عليك، الكرة مر ومرر ووصلت إلى الأمام، إلى الأمام، فوزير راح، فوزير مررها والكرة وصلت إلى إلى الزين، إلى الزين، إلى الزين، إلى الزين، لا 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 مع أحمد الزين يكمل، مع أحمد الزين لازم يكمل، لازم يكمل، والأحمر المرعب والزاتل يتقدم معها الرائد ويحاول أن يستمر في الحفاظ على تقدمه. الكرة بتعود إلى المالكي، تمريرة إلى الأمام باتجاه شنقيطي، شنقيطي يبحث عن زميل، شوف الزيادة تجي من الدعم، تجي من ليوناردو، خيل قوية، الله ليوناردو من أجل الاتحاد، ليوناردو أحياها وسجلها وأرسلها قوية جدا في شباك دوخة، يسأل عنها أكيد، يسأل عنها الحارس الجزائري الكبير، ولكن في نفس التوقيت أي تسديدة يا ليو، أي كرة يا خل، الكرة في الشباك من أجل عودة الاتحاد، من أجل عودته في المباراة، أصبحت واحد واحد، واحد واحد.